40 واحد وبقينا حنا 67 واحد عرضه للضياع والاهمال، وفين ما تجي شي حاجه دفع انت زيد انت، ولينا كنشكلوا واحد العاهه على نفسنا حنايا مستديمه. دابا حنا هاد البلاصه قال لك ما عندهمش الارض، هذه بلاصه مطرفه على شارع على مره. هاد البلاصه شكون اللي اختارها؟ هاد البلاصه اخترعتها انا وهاد الاشخاص هادو، ماشي جميل. لا وزاد عطاها لهم وهادي شهرين ولا ثلاث شهور وناقشوا هاد الموضوع انه بالاولى حرضوا على السكن وعمروا علينا باش ما نجلسوش هنا، ولكن دابا ملي شافونا قصرنا في شارع الكرامه وقع الزيار والزحام قالوا لنا هبطوا لها، وملي هبطنا لها ونضربوا كيغوتوا ولاو قالوا لنا حيدوا، ودابا حنا هنا غنباتوا هنا غنقيلوا حتى غناخذوا هاد البلاصه. إذا أنتم أصحاب الكرارس، أصحاب الكرارس والباعة المتجولين في شارع الكرامة اللي ما استفدوش وتيعترف بينا القايد الأول والخازن اللي ما استفدوش، وأي واحد فينا راه كيشكل مواطن هنايا وعنده أمة تبعه كيوكلها. وشكون إذا كان شي إصلاحات وشي حاجة خصها تبدا منا حنا، لحقاش حنا فقراء، أما الناس اللي لاباس عليهم راهم مدبرين باعة بصحهم. شفنا حنا عاش الملك عاش الملك عاش الملك. شكون اللي دارو هذاك التراسه؟ جبنا الاقتراح ديالي انا وهاد الاعوان ديالي هادو وهاد الناس اللي ضايعين. اذا الاقتراح ديالك وانت كان داك الشيء يعني بتناصب، داك الشيء بتناصب بيناتنا، داك الشيء عندنا راه الله اللي بيناتنا. والسلطه سمعت ان حولها السلطه ما عندها ما تفرق علينا، السلطه كون كانت كتفرق السلطه ما عندها ما تفرق، السلطه غتوهب وصافي. اما الفريق ما غتفرق لك، ما يمكنلكش تشوفك الارض العامه وتقول لك هاد خدها ولا صنت. هذا الملك العام، هذا الملك العام، هذا اللي خدا الوظيفه، هذاك هو المواطن. هذا هضر علينا حنا دابا اللي ضايعين. أنا ولكم ضربوا حقنا خويا، بقينا نخدموا على راسنا ونبيعوا ونشريوا. اس الملك 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 اس كاين اللي ضرب هنا عشرين عام دلحق، ما كيعرف يدير والو، كيعرف يدير غير خضره وميزه. ومعاونينا الوداديات مساندينا ومعاونينا، وتيقولوا لنا ودي عطيهم، والرؤساء ديال الوداديه تيقولوا لهم اعطيوا لهاد الخضاره هادو البلاصه. عاش الملك ملكنا واحد واحمد السادس، ملكنا واحد واحمد السادس، ملكنا واحد واحمد السادس، ملكنا واحد واحمد السادس. الملك واسكتو رجال واسكتو هكا هكا اجي مورانا واسكتو هاد 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 المنطقه دابا اللي دايرينها هنا كنقسموها باش غادي نستافدوا منها، هي العباره عن 3 متر الواحد، وإلا ما كفاتناش غادي نقدروا نقصوا نص متر باش كلشي يتساوى، باش كلشي يعيش. دابا انتم كمسؤولين دابا على هذه العمليه هذه؟ هاد مسؤولين هذه 3 شهور باش قالوا لنا المجلس البلدي باننا ما عندناش الارض. ملي بحثنا على الارض ولقيناها احنا راسنا اكتشفناها بان ملك عام، بان السي البقالي الطاشرون بنى لنا هذه، بنى لنا هذه، وسيطر لنا على هذه البقعه هذه بالشباك، علاش ما ينوضوش هذا السكن يقولوا له هذا ملك عام؟ ها هو يعني هذا واحد وحده وحده ما بين الناس ما بديوش هادي فوالا. هاد العمليه درتي ديال التقسيم اللي درتيه هنايا وهضرتي حسب عمليه الاسبال من بعد لا يكونوا عندي كل جميع التزموا، عندي 4 نتاع اليد العامله اللي غنجندهم غيتخلصوا من طرف هاد الناس هادو، غيتخلصوا شهريا اللي غيقوموا بجميع الزبال ويسهروا على الحراسه ويسهروا حتى على هاد الناس اللي ساكنين وهاد السرقات وهاد الشيء. اذا انت تتعدى ان الساكنه ما تضروش هما اللي ما يتضروش. سكتوا شويه كنعاهدهم اسكتوا شويه الرجال، كنعاهد هاد الناس باش ما غيتضروش انايا. ومن 7 ديال الناس بين 4 الناس غيخدموا
لصالح هاد الناس ولصالحنا، وغنخلصوهم حنا، حنا الباعة المتجولين غنخلصوهم، غنخلص العساس ونخلصوا اللي كيجمع الزبل في بلاصة، وغنخلصوا حتى جوج الأشخاص لا سيكيريتي اللي غيحطيو هاد الناس اللي داخلين يشريو وخارجين يشريو، لا من السرقة ولا من الناس ولا أي حاجة. أنت درستي المشروع من بعد ما فوت لك جبيلي هاد الأرض ومتحمل المسؤولية ديال جميع الحوايج، متحمل المسؤولية كاع ولو كان كاع ما عرفش شنو كاين. صافي صافي، سكوت سكوت، خليه جيب لي واحد النقطة الله يجازيك بخير اللي بغينا نناقشوها، هو هاد الناس هادو لحونا لهنايا، جبيلي هو مول هاد الفكرة هادي، سيرو واحد المحل حنا نجيبو التراكس وتصوبو لكم وتقاد الباع، قال هادنا فاش كنتي معانا فاش جينا لهنا جات السلطات هي بغات تزول كل شيء من هنا، ولكن في المصلحه ديال من؟ المصلحه ديال المجلس والمصلحه ديال السلطه اننا ما نبقاوش في الشارع، لان الشارع اللي كيشكل عليهم خطر وكل شيء واعتقال السيارات والشارع الكرامه راك عارف، لان شارع الكرامه انا براسي ما بقيتش نبغى جالس فيه. صافي حنا تنقولوا لهاد السكان تنلتزموا لهم من 7 الصباح ل 3 ديال العشيه، الهضره بليباج والهضره الطايحه ما كايناش، والنظافه كاينه، وغي ولاد مونفلوري اللي غيفوتوا، وغي ولاد مونفلوري كي دابا هاد السكان هادو الا درتي عليهم يقول لك تيعرفونا وتنعرفوهم كلهم لعبنا، كلهم هاد الناس اللي ساكنين 80 سنه وما استفدت، قول له بانك ما استفدتيش. ها هي كاري 25000 ريال في الشهر، وكنشد 30000 ريال في الشهر، و6000 ولا 7000 ديال الماء والضو، فين غنمشي انا نموت؟ فين غنمشي نموت؟ واخا قولوها. هذا مريض، مريض الكلاوي، انا مريض الهيباتيت، كنخلص انايا 70000 ريال في السيمانه، شو كمخرج لي الدكتور، انا ما عندي باش نشري، وانايا ما عندي لا تغطيه صحيه ولا حتى لا سينيس. وتتشوف هذا المشروع كافي بانه يحل المشاكل؟ انا واخا نحل المشاكل، واخا القدس الوليدات، انا عندي، انا راه باسره مزوج، عندي وليدات تانا وكاري، وباش خلصوا الضو والماء، وهاد الناس كلشي كيخدموا على العائلات كلهم، الناس فقراء باغي يستغلوا، وخا الملك عموما انهم حقهم، حقهم يبيعوا ويشريوا ويترزقوا الله، ما عندهم اللي يجيبوا القوس ديالهم. انا هاي رجلي معوق، هذا معوق، وعندنا الاغلبيه، خمسه الدراري وعندي خمسه الدراري، ولا ما ديت لهمش 400 ريال بالعشيه ما ياكلوا، غيجلسوا بالجوع كيموتوا بالجوع. قلت لك قلنا القطعه شحال فيها؟ القطعه شحال فيها كامله؟ بلاتي بلاتي شفتوها شويه، القطعه شحال فيها من متر مربع؟ هذه القطعه هذه كلها، هذه القطعه كلها، عاين اخويا بلاتي، هذه القطعه فيها 2000 متر، هذه 1500، لا لا عندك سيدي فيها واحد 800 متر، 800 متر. شحال عدد المستفيدين؟ المستفيدين 80 تقريبا تقريبا. وانت وانت غطيتيهم كاملين ولا كيبقى لك الشايط؟ لا دابا غنغطيهم كاملين ان شاء الله. متاكد؟ متاكد. ويعني تتحمل مسؤوليتك؟ تتحمل المسؤوليه باش غنغطيها ان شاء الله. ان شاء الله 80 واحد غيستافد في هاد البلاصه الا خلاونا نبيعوا 20، يبعدوا منا وخلونا نبيعوا 20، ان شاء الله 80 واحد يكون هنا. والنظافه؟ النظافه ان شاء الله غتكون، غيكون مسؤول، غيكون مسؤولين، النظافه، النظافه السي المسؤول بحال اللي كنبغيوها في ديورنا غتكون هنا، والنظافه والعسه، العسه عند الناس في الحومه وعند الناس ديال اللي في السويقه. وعاش الملك، وعاش الملك. وعاش محمد الزادي. اسمع لي، النظافة والانضباط وعدم السكر. عاش محمد السادس. وعدم السكر. عدم السكر. عدم السكر. صروخة، الأرض مخطوفة. كاينة الأرض والدايه هنا عباد الله. بس تقول هذا غير واد. هذه غير الأرض الواد هذه. واد ماريس. واد ماريس. سيدنا دار قطيعة المكفوفين. أسا صاحبي اللي كتحمل الواد هنا كيهود. سيدنا بنا هنا قطيعة المكفوفين. وهنا هي مدرسة، وهنا هو بقات فيها هذا. هذه الأرض ديال سيدنا. هذا الواد. باش قلتي هذه الأرض ديال سيدنا. قرطة صادقة. واحد من الشعب. 18 الغردة. هذا الولاد عنده خير. 18 الغردة. شوية الرواية ماشي ضرب 91. شو 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 مغلفين، شو كي مغلفين على البر. شوف اخاي 18 ارجاء ما استفدنا ما والو، وحنا ولاد مونفلوري حوا تفرقوهم على عباد الله. لا عطا شي حاجة.